انا اسمي روني برسوم. احنا مجموعه من الناس كانت عندها حلم، والحلم ده كنا مصدقين جدا ان احنا نقدر نغير المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ونقدر نخلق مجتمع مليان مبني على قيم ومبادئ حقيقيه ناس كل كتير بتعيش في المجتمع ده، وبيصدقوا في ان هم يقدروا يحققوا احلامهم، ويقدروا ان هم يثبتوا انه لسه مفيش فرق ومفيش مساحة ان السن يقدر يقف عائق قدام الانسان. بالعكس، انت ممكن تحقق حاجات كتيرة جدا حتى مهما كان عمرك، من وانت طفل لغاية وانت كبير، طالما انت بتجري ورا الشغف بتاعك ومصدق قوي في الامكانيات والمواهب اللي جواك اللي ربنا خلقها فيك، تقدر تحقق حاجات كتيرة جدا. فعملنا مكان، المكان ده اسمه لايف اب فاكتوري، والمكان ده بيقدم برامج كتيرة وبيقدم ورش عمل كتيرة وحاجات كتيرة بتبني الإنسان، بتبني شخصية الإنسان. احنا مجموعة من الناس، أنا واحد منهم، وأنا الدور بتاعي في المكان هنا أنا ماسك خطين، خط اسمه كريت اب. خط كريت اب ده بيشتغل على كل حاجة ليها علاقة بالإبداع والابتكار. فعندنا كورسات رسم بتبتدي من أطفال عندهم 6 سنين لغاية سن 50 سنة وأكتر، وعندنا كورسات موسيقى، وعندنا الكورسات بتشتغل على بناء حته الابتكار عند الانسان وازاي انك تبقى بتطور الابداع عندك. وتاني لاين انا برضو بشتغل فيه، لاين اسمه بيلد اب، بيشتغل على بناء شخصيه الانسان. بنشتغل مع اطفال في المدارس وشباب في الجامعه ومع شركات، بنعمل لهم برامج بتشتغل على ازاي انت تشتغل في وسط تيم، تشتغل في وسط فريق عمل، وازاي ان انت كمان تبقى شخصيتك مبنيه صح ومبنيه على قيم مظبوطه، وبتعرف تتعامل مع الناس حواليك علشان تقدر بعد كده تبقى انسان منتج وتقدر تحقق احلامك واهداف كبيره جدا في حياتك. ففي الحقيقه رؤيه المكان الاصليه هو انك ازاي تستعيد وتسترد المواهب والامكانيات الموجوده والطاقات الموجوده في كل حد من الجيل اللي عايش باعماره مختلفه، علشان نقدر بعد كده نغير العالم بالثلاث قوه دافعه. هي ان يكون عندك رؤيه، ويكون عندك شغف، ويكون عندك حب للمجتمع، وتقدر انك تحب الناس حواليك، وتقدر تغير الدنيا حواليك بكل الامكانيات اللي فيك. أنا واحدة من التلاتة اللي حلموا حلم اسمه لايف اب فاكتوري، واتجمعنا سنة 2014. أنا صديقة روني، هو اكتشلي من العيلة. سمر أنا عرفتها في 2014 أو قبليها بشوية صغيرين لما بدأنا نحلم مع بعض. و لايف اب فاكتوري كان حلم موجود جوه كل حد فينا في الاول قبل ما نتقابل، وجمعنا بطريقه حلوه قوي وشاركنا مع بعض الحلم ده، واكتشفنا ان احنا الحلم ده كومن عندنا او موجود عند كل حد فينا. فقررنا ان احنا نعمله. ما كانش الموضوع سهل قوي في الاول، قعدنا ميتينجز واجتماعات كتير قوي مع بعض، وقعدنا ندور على مكان كتير قوي قوي ووقت كتير جدا، لكن في الزمن المحدد حصل وان احنا لقينا مكان وطلعت لايف اب فاكتوري. انا مسؤوله عن شويه حاجات اداريه في لايف اب، وانا مديره للخط بتاع حاجه اسمها اكسبلور اب. اكسبلور اب دي فعليا هي مسؤولة عن أي حاجة ليها علاقة بإن إحنا عايزين نكتشف نفسنا لما نبتدي نطلع للطبيعة. يعني إيه نطلع للطبيعة؟ يعني بيبقى فيه معسكرات، بيبقى فيه مؤتمرات بره المكان بتاع لايف اب فاكتوري، لكن بنروح، ممكن نروح وادي دجلة، ممكن نروح حتت مختلفة في الصحراء. كل ما بنطلع بره المدينة، كل ما بنطلع بره في الصحراء، كل ما بنطلع بره للطبيعة، بنعرف ان احنا نكتشف حاجات في الطبيعة، وبنعرف نكتشف حاجات فينا احنا. فده فكرة اكسبلور اب، اللي هو بنكتشف حاجات عن نفسنا لما بنطلع بره، وبنشوف بنطلع بره المدينة وبنشوف حاجات مختلفة في الطبيعة. Thank you.
مقابل يوسف إكلاديوس. لايف اب بالنسبه لي ايه؟ او لايف اب فاكتوري المكان. لايف اب حلم عندي من زمان قوي من وانا صغيره. الباليه بالنسبه لي كان هوبي وانا صغيره، مجرد هوايه في النادي وبعد كده الاوبرا، بس طول عمري كنت بحلم بكوميونيتي، مجتمع يبقى فيه ستات بحريتهم، واخدين حريتهم تماما، حاسين بالفاليو بقيمتهم للاخر. يعملوا ده عن طريق ايه؟ يعملوا ده عن طريق الرياضه، عن طريق رقص، عن طريق الفن. حلمت بالحلم ده سنين كتير قوي قوي، بس دراستي والحياه كانت مختلفه تماما. اتخرجت من حاجات من بيزنس، درست اتش ار، مواد موارد بشريه، وايكونومكس اقتصاد، فكانت دراستي مختلفه تماما عن حلمي. لفت السنين كتير كتير وقابلت مريم وراني، صحابي من حوالي 4 سنين، وكل واحد فيهم كان ليه حلم مختلف، بس حلمنا كان بيتجمع في حاجه واحده، ان احنا عايزين نعمل كوميونيتي، عايزين نعمل مجتمع حر، مجتمع بيهدف للفن، بس فن في صورة ان الناس بتحسن من اللايف ستايل بتاعها، بتحسن من طبيعة حياتهم بان هم بيعملوا حاجات بيحبوها. والكونسبت الرئيسي اللي احنا ماشيين بيه هو ان it's never too late، انت عمر ما في حاجة متأخرة عليك ان انت تعملها. عايز تبتدي ترسم، عايز تبتدي تغني، عايز تبتدي ترقص، عايز تبتدي تتعلم رياضة وتبقى كمان بروفيشنال فيها، تبقى للآخر فيها واصل لمراحل عالية، تقدر تعمل ده. مش مهم خالص سنك، مش مهم شكلك، مش مهم وزنك، مش مهم اي حاجه، مفيش اي ليميتيشنز، مفيش اي حاجه بتحدك. مينلي بعمل ايه في لايف اب؟ دوري الرئيسي موف اب. موف اب ده جزء من اجزاء لايف اب، من اسمه كده باين قوي ان هو ليه علاقه بالحركه، اي حاجه فيها حركه. عندنا ايه جوه موف اب؟ عندنا حاجات ليها علاقه باللياقه البدنيه، الفتنس، عندنا حاجات ليها علاقه بمدرسه الباليه، مدرسه الباليه معتمده كمان من العالم كله يعني انترناشنال. عندنا كلاسات تاني اكسبرسيف دانسينج، ازاي تعبر عن نفسك وانت بترقص. اكتر حاجه فرقت معايا واكتر حاجه فرقالي قوي في موف اب هي الباليه سكول او مدرسه الباليه، عشان اخترعنا او مشينا ورا كونسبت كده معين اسمه ادل باليه، يعني زي ما كنت بقول اتس نيفر تو ليت، وعمرها ما متاخر ان انت تتعلم ترقص في سن مختلف او في سن متاخر جدا، لان دايما الباليه معروف عنه ان انت لازم تبتدي ترقص باليه وانت عندك 4 سنين وانت عندك 6 سنين، لو فاتك الوقت ده لا خلاص متاخر قوي عليك، عشان الفلكسبيليتي، المرونه بتاعت عضلاتك والاربطه بتاعت جسمك مش هتبقى مؤهله ان انت تعمل كده. الادل باليه هو كونسبت انا لما سافرت ذاكرته، هو عباره عن كونسبت ان مفيش اي حاجه تحدك من ان انت تبقى باليرينا حتى لو عندي 50 سنه. حتى لو عندي 50 سنه، بس هعمل ايه؟ مش هدرس باليه بس، جنب ان انا بدرس باليه هدرس فلكسبيليتي، حاجات تخليني ابقى فلكسبل، هدرس يوجا، واليوجا دي كل الناس بتسمع عنها عشان تخليني فلكسبل، عشان تجيب لي سترينث وابقى ارجع ابقى قويه تاني حتى لو عندي 50 سنه. فبميكس الفتنس واليوجا واكسرسايزز كتير قوي، تمارين كتير قوي عشان ابقى باليرينا. اكتر حاجه فرقت معايا ان كنت متخيله ان ده في مصر هيبقى صعب قوي، او ان الكلاسات كانت هتتفتح على 3 4 ستات هم المقتنعين بده بس. بس كانت المفاجاه لينا ان احنا اول ما فتحنا قدرنا نعمل حفله، كانت في سنه 2015، كان فيها 30 بنت على المسرح، ناس عمرها ما عندها فكره عن الرقص، مش بس ما عندهاش فكره عن الباليه، وكان سنهم يتراوح ما بين 18 ل 30، وده كان كويس ان ناس عندها 30 سنه 31 سنه مقتنعين هم ممكن يتعلموا رقص وباليه بالذات دلوقتي، لان باليه من انواع الرقص اللي صعب قوي اتعلمها لو انا مش قويه، صعب قوي اتعلمها لو انا مش مرنه كفايه. السنه دي المحمس قوي لينا ان احنا معايا اكتر من 80 دانسر اعمار مختلفه، معانا ناس عندها 48 سنه، ناس عندها 52 سنه، معانا ناس عمرها ما لعبت باليه في الحياه، عمرهم ما عندهم اي خبره وما اتمرنوش كتير قوي، يعني كل اللي بنطلبه ان انت بس تبقى ملتزم او كوميتد لمده 3 أو 4 شهور وتطلع على الستيج، تطلع على المسرح. ف دي اكتر حاجه فارقه لنا جدا جدا، ودي اكتر حاجه فارقه لي، مش بس ان هم بيلعبوا باليه وبيطلعوا على الستيج وبيبقوا واثقين من نفسهم جدا وبيحسوا ان هم حققوا حاجه وكسروا حاجز جواهم رهيب، اللي فارق لي قصص كل واحده فيهم، يعني ازاي في ناس كتير قوي احبطتهم، وازاي في ناس كتير قوي قالوا لهم يعني انت رايحه تتعلمي باليه دلوقتي؟ انت ينفع تتعلمي باليه وانت عندك 40 سنه؟ رايحه تتعلمي باليه وانت عندك 50 سنه؟ طب عيالك؟ طيب جوزك؟ طب لكن الواحد لما عنده حلم في الغالب لازم يسمع صوت نفسه لحد كبير قوي، وبعد كده هيثبت للناس قوي ان اللي هو بيعمله صح.
فهم ابتدوا ان هم سامعين صوت نفسهم بس بعد كده الناس ابتدت تتحمس جدا وابتدوا كتير قوي يعملوا كده، وابتدوا بقى كل اهاليهم واصحابهم يبقوا بيحضروا الحفله. يعني ما بقاش عارفين نعمل ايه في التذاكر من كتر ما كل الاهل وصحابهم بيبقوا عايزين يجوا يحضروا يشوفوهم هم بيعملوا كده. الحاجز النفسي جواهم بيتكسر، بحيث ان هم قادرين يعملوا حاجات. في الغالب اكتر قصص فرقت معايا ان هم ابتدوا ينجحوا في شغلهم قوي، علاقاتهم ابتدت تبقى احسن، علاقاتهم حياتهم النفسيه بقت احسن بكتير قوي، لانه بقوا متصالحين مع نفسهم وحاسين ان هم كسرين يعني باوندري او حاجز كان جواهم قوي ان هم ما يقدروش يعملوا ده، ففرق معاهم نفسيا. ده غير بقى ان هو فرق معاهم جسديا تماما، لان هو الباليه من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الفيزيكال بتاعي، بتاثر على جسمي عامل ازاي، فهي بيفرق معاهم اللي بيخس واللي بيشيب جسمه، شكلهم بيختلف تماما نفسيا وجسديا. فده القاضي الباليه. صغيرين في الباليه سكول، الباليه بيفرق معاهم قوي. يعني هتلاقيني دايما بتكلم عن الباليه، لان الباليه انا بسميه يعني وبيتسمى اول اوفر العالم كده ديسيبلينري دانسينج، يعني الرقص المعتمد زي يعني على الانضباط، الرقص الانضباطي. لان الباليرينا لما بتدخل المسرح او الاستوديو، اول حاجه بتعملها بتفضل باصه في الحيطه، ماسكه حاجه اسمها البار، ما بتتحركش، ماسكه كل عضلات جسمها. يعني اتليست في كلاس بتبقى ماسكه 60 عضله في جسمها، فهي ماسكاها، فهي شيز ان بين وموجوعه جدا جدا، باصه في الحيطه، فلوحده بيخلي عندك ديسيبلين، ده يعني بيخليك منضبط جدا. فده بيفرق قوي مع الاطفال. يعني عندي كتير قوي اطفال بيجوينوا السكول عشان فكره الديسيبلين، اهاليهم بتبقى متحمسه قوي، لان الباليرينا بتتعرف من الاتيتيود بتاعها وبطريقتها وبهدوءها وكل ده. في ايه تاني جوه موف اب عشان ما توهكوش بعد الباليه؟ في جوه موف اب فيتنس كلاسز، عندنا ديفرنت كايند اوف فيتنس كلاسز، انواع مختلفه من الكلاسز بتاعه اللياقه البدنيه، عندنا اليوجا وانواع كثيره من اليوجا، عندنا حاجات عشان الناس تخس تلوز ويت، وعندنا حاجات فور ريشيبنج. من اعظم الحاجات اليوجا، لان انا قابلت ناس بنفسي كان عندهم مشاكل بقى رهيبه في ظهرهم وفي رجليهم، في ناس عندها ديسكس، في ناس عندها جوينتس ديسلوكيشن، يعني المفاصل متحركه من مكانها. اليوجا خلتهم تماما بيرجعوا، لان هي اسمها انجري بريفنتيشن اكسرسايزز، يعني تمرينات مخصوصة عشان تمنع أي إصابات، وعشان لو في أي إصابات هي بتشيل الوجع ده تاني. فاليوجا بعيدا عن الناس دايما فاكرة أن اليوجا بتاعت زمان أن أنا أقعد كده وأن أنا كلها مديتيشن وأن هي كلها تأمل، لا، اليوجا اللي احنا بنقدمها هي يوجا فيها فتنس، فيها لياقة بدنية، تركيزها الأساسي على أن أنا تخليني انشيب، تخليني أحرق، وفي نفس الوقت ما تبقاش مؤلمة زي بقية الاكسرسايزز، وفي نفس الوقت تحميني لو عندي أي مشاكل في ظهري أو في عضلاتي أو أي حاجة. بنعمل كمان بروجرامز، فيتنس بروجرامز بنطلع فيها بره المكان، يعني ممكن نروح على بحر نبقى بنعمل تمرينات، ممكن نروح ملاعب بنطلع فيها خالص بره في جناين، مينلي دي بتبقى هدفها حسب كل بقى فيتنس بروجرام. ممكن فيتنس بروجرام بيبقى بس مثلا للناس بس اللي فوق ال 150 كيلو، فمنقبلش بس غير ناس فوق ال 150 كيلو، ويدخلوا معانا لمده 3 شهور، وبعد 3 شهور نشوف تغيير رهيب فيهم. فدي حاجة تاني عندنا زيها من للكبار وعندنا زيها للصغيرين، وبنسميها بوت كامب. بوت كامب يعني جاية من فكرة الجيش، كأنهم بيدخلوا يتطوعوا في الجيش لمدة 3 شهور، بعد 3 شهور يشوفوا النتائج. مين تاني يحب يقول حاجة اتعلمها فرقت معاه وهو بيتعلم باليه، بيرقص باليه؟ فوكسينج. ثانك يو. ها، مين تاني عايز يقول حاجة هو فرقت معاه جامد؟ جيسي. بيشنس. ثانك يو. ثانك يو. أنا ماي سبانش تيتشر، جيت لايف أب من حوالي 4 شهور. قررت اتعلم باليه، وهو كان حلم عمري بصراحه من وانا صغيره، بس ما كانش في اي فرصه خالص ان اقوم بالدور ده.
كانت اجمل حاجه في حياتي عملتها بصراحه. ما كنتش متخيله ان في ادلت باليه اصلا. اول ما عرفت من زميلتي كانت في المدرسه وبتقول لي فيه، قلت لها لا يمكن، قالت لي ايوه. فجيت ولقيت الحمد لله في فليكسبيليتي عندي، والمدربه بتاعتنا سمر جميله جدا، من اجمل الشخصيات اللي عرفتها. حصلت لي اصابه في النص الطريق كده، ورجلي كان فيها مشكله، بس فضلت صابره معايا وقعدنا مع بعض لغايه ما الحمد لله عدت المشكله دي. مبسوطه جدا لاكتر من سبب، ان حققت خطوه في حلم نفسي اعمله من وانا صغيره. دي اول حاجه. تاني حاجه ان كتير قعدوا يقولوا لي ايه ده انت محجبه. اللي انا عايزه اقوله، الحجاب اللي مش بيعيق حاجة، الإعاقة في المخ أو في التفكير بتاع البني آدمين، مش في اللبس ذات نفسه أو في الحجاب. ممكن أعمل حاجات كتير وأنا ستيل محجبة، اتس أوكي. فدي من الحاجات اللي خلاني مكملة ومبسوطة، وأنا مكملة فخورة باللي بعمله. وتجربة جميلة جدا جدا. يا ريت كل الناس اللي نفسها تعمله بجد تعالوا، هتتبسطوا جدا. لايف أب بتديك حياة جديدة، وبجد جراسياس. انا مهندسه معماريه، عندي 33 سنه، خلاص كمان شهر هتمهم ان شاء الله. انا اكسبيرينس بتاعتي مع لايف اب يعني من بدايه البدايات، اول حد خالص قبل ما اصلا لايف اب يفتح. تعرفت على سمر وبالصدفه البحته يعني تعرفنا على بعض، وابتدينا نروح زي استوديو كده صغير بتاع جوز سمر، وقعدنا نتمرن. انا كنت يعني كان حلم بالنسبه لي ان انا ممكن ابتدي باليه تاني. انا كنت بلعب باليه وانا صغيره قوي، وبعدين عشان المذاكره والامتحانات والقصص اللي احنا كلنا بنمر بيها دي، اهلي طبعا قعدوني عشان اذاكر، كنت في ثالثه اعدادي. فقعدت بقى خلاص، قعدت من الباليه وما كنتش بتمرن اي حاجه. فبعد اولموست 20 سنه في ثانويه عامه وجامعه وشغل، قعدت كتير قوي واتخرجت واشتغلت وكل حاجه. ومن 4 سنين بالظبط اتعرفت على سمر، وما كنتش متخيله ان انا هعرف ان انا يعني ان انا 33 سنه، انا مش صغيره، فلو ان انا ابتدي فلكسبيليتي من الاول وابتدي باليه وبوينت وكل الكلام ده، كان بالنسبه لي كان صعب، وكان يعني ما كنتش متخيله اني هعرف اعمله بصراحه. يعني انا حاسه دي كانت تشالنج بالنسبه لي، وكان دريم، وفعلا الدريم ده اتحقق جدا. ان انا كنت ادكتد قوي للمكان، وانا كنت يعني اول لما ابتدوا وانا ابتديت هاجي، وكنت حابه قوي الاكسبيرينس دي، وحابه قوي سمر، وحابه كل اللي موجود. وابتدينا والحمد لله. يعني في فرق كبير قوي ما بين دلوقتي وما بين 3 سنين يعني. ف بشتغل دكتورة أورام، عندي بيبي 10 شهور، بنوتة اسمها كليو. أنا بلعب باليه من وأنا صغيرة خالص، من وأنا عندي 3 سنين ونص كنت بروح بري باليه، ويعني فضلت ألعب طول عمري لحد ثانوية عامة، وكنت بعمل سولوهات وكل حاجة بالبوينت. بعدين وقفت طول فترة دراسة الطب، لأني كمان كنت وصلت لأعلى حاجة في النوادي والسنترز وكده، ما كنتش في أوبرا بس كنت في الحاجات اللي هي نون بروفيشنال بس قوية. بعدين ما كنتش اعرف خالص ان في اوبشن اني اكمل، حاولت كتير عشان اظبط جسمي اني ابقى بروح الجيم وكده، بس عمري ما حبيت الموضوع. بعد كده سمعت ان في حاجه اسمها ادلت باليه، جيت
اكيد المستوى كان اقل من اللي انا متعوده عليه. بعدين شويه شويه بدانا نعلى بالمستوى نعلى بالمستوى نعلى بالمستوى لحد ما بدانا نلعب بوينت وبقينا نلعب زي ما كنت بلعب زمان ويمكن احسن. ودلوقتي انا عندي 28 سنه وبلعب باليه وعلى البوينت وهطلع على المسرح.